Bonjour, je sais que tu sais et tu sais que je sais. Et aujourd'hui, je vais parler d'un dossier extraordinaire avec le professeur Zakiya Tenzimoha, professeur de gynéco-obstétrique. C'est son deuxième clip avec moi, c'est son deuxième entretien avec moi sur les avortements, les ijhad, taht laloulid. سقطت يعيطوا لها سقطت بحال اللي مشات للامتحان المرحبله وسقطت. هذا الاجهاد غادي تفسر لكم، وانا عاجبني الحال مزيان لانه التفسير اللي عطات من اعلى طراز. كاين ثلاثه الانواع ديال الاجهاد، ثلاثه. النوع الاول هو شي مرا ما حبتش الولد، حبت تطيحه، سون ابل الاجهاد لابورتمون بروفوكي. النوع الثاني هو الله غالب عندها شي مرض خطير، وهذاك المرض خطير تيلزمها باش القانون الطبي والقانون ديال البلاد يدفعها تعمل الإجهاد. وكاين بعض المرات إجهاد ماشي من عند الله سبحانه وتعالى. انا شخصيا في حياتي ملي كنت انترن دي زوبيتو، كنت ملي تاني تنكون عساس على الاقل في اوبيتال ابيسام كانوا تيجوني 10 الحالات من تكون حساس يوميا، من تكون حساس 10 الحالات ديال لي زابورتمون، وكنا تنصوبوهم ابتداء من 8 9 الليل. الو ما غنطولش عليكم، غادي نطلقوا الاستاذه زكية تازي موخا تكلمنا على الاجهاض. اهلا وسهلا. ايوا ماشي سهلات، يلا اطلق. الإجهاد هو بالعامية اللي تنقولوا المرأة كتخسر الحمالة ديالها. كاين ثلاثة ديال الأنواع ديال الإجهاد. الإجهاد الأول هو إجهاد إرادي، لانتيغوبسيون فولونتير دو غروسيس. الإجهاد الثاني هو الإجهاد الطبي، يعني لانتيغوبسيون إرادي ميديكال دو غروسيس. الإجهاد الثالث هو الإجهاد التلقائي او لابورتمون سبونتاني. شنو الفرق بين هاد ثلاثه ديال الانواع؟ النوع الاول اجهاض الارادي عند من تيكون عند بعض شي مرات، عند شي مرة مثلا حامل، مثلا متزوجه وعندها البيبي ديالها صغير، يلا عاد ولدات وليد عنده 3 شهور وما خداش الوسائل ديال منع الحمل وصدقات حامله، وهاد الحمل غير مرغوب فيه، ما باغاش تحمل. اولا تيوقع عند شي وحده مثلا سيليباتير، مخداش وسائل منع الحمل وصدقات حاملة، دوك الحمل غير مرغوب فيه. وهذا الإجهاض هذا اللي فولونتير تيكون غير قانوني، ماشي مباح قانونيا. دوك اش كدير المرأة؟ كتمشي دير الإجهاض بطريقة سرية، وهاد الطريقة السرية لمن غادي تلجأ؟ على حسب الإمكانيات ديالها وعلى حسب الحل، واش لقاتو ولا ما لقاتوش. تتقدر تمشي عند شي صديقه ديالها، صديقه اللي حتى هي ربما مرات بنفس التجربه، دونك تتصدق تعطيها شي ادويه او لا شي عشوب ولا شي طرق تقليديه، كتقول لها هاد المسائل هذه كتجيب الوجع وغتقدري تخسريها، تخسري الحمله ديالك. اولا كتمشي تلجأ شي فرمليه او لا شي قابله كما كنا تنقولوا، وهاد القابله كتقدر تستعمل شي ماتيريال ما تيكونش غالبيه الاحيان ستيريل، وتيكون اغريسيف، تيقدر يتسبب ليها شي مضاعفات بالنسبه لفم الوالده او لا بالنسبه للوالده. اولا الحل الثالث كتقدر تمشي عند ان ميدسان بريفي اللي كيدير ليها الاجهاض فولونتير. في جميع الاحوال هي ممنوع قانونيا، ولكن على الاقل اموان دو مال تتكون الى مشات عند الطبيب تيكون بلوز اوموا حسن. غير انما هو في جميع الحالات سواء مشات عند صاحبتها او مشات عند الفرميه، الاجهاض ما تيكونش كلي، تيقدروا غير يتسببوا لها في ليموراجي وكتصدق دير نزيف، وديك الساعات كتصدق غادي تمشي لوبيتال افيك دي كومبليكاسيون. وملي كتمشي دير لابورتومون عند ان ميدسان بريفي، غالبيه الاحيان بما انه الاجهاض تيكون سري ما تيديرلهاش البنج الكلي، وكدار دو موفيز كونديسيون لانه كدار الاجهاض في الكابيني، دونك تيوقعوا مضاعفات. وغالبيه الاحيان ملي تيكون هاد الاجهاض ما تيكونش كومبلي وتيصدق افيك دي كومبليكاسيون، والعيادات تيمشيو يكملوا
يجهد لهم في السبيطارات وكيجيونا افيك دي كومبليكاسيون. واخا هذا النوع الاول ديال الاجهاد. الاجهاد الثاني هو الاجهاد ميديكال، لانتيروبسيون ميديكال دو غروسيس. فوقاش تيكون هذا النوع ديال الاجهاد؟ ملي تكون المراه عندها شي مرض مزامن للحمله، مثلا غادي نقولوا مثلا المراه عندها الله يحفظ ان كونسير دو سان، ولكن ما خدتش شي وسائل منع الحمل وصدقات حامله في دوك الشهور الاولى ديال الكونسير ودارت العمليه على المسؤوله وحيداتها، وتيخصها تاخذ بحال مثلا داك لا شيميوثيرابي او خصها دير الاشعه، وديك الاشعه كتكون مضره على الجنين ديالها، وديك لا شيميوثيرابي حتى هي تقدر تسبب تشوهات خلقيه عند الطفل، وتضطر انها بالموافقه ديال الطبيب ديالها انها تيقول لها خصها تحيد داك الحمله. او مثلا مراه مثلا مريضه بالقلب وعندها شي انسوفيسونس كاردياك، مرض القلب خطير، وانها الحمله في حد ذاتها كتشكل خطوره على صحتها، وانها ما خصهاش تحمل، وهي ما كانتش كانت مال انفورمي، ما كان حتى شي حد قال لها خصها تاخذ شي وسائل ديال منع الحمل، اولا منع الحمل اصلا تيكون صعيب عليها باش تاخده، ودونك تصدق حامله وخصها تحيد داك الحمله. علاش؟ باش تنقذ صحتها هي. وهاد لانتيروبسيون ميديكال دو غروسيس الي ليغال، يعني قانونيه في حاله وحده، الا كان داك المرض كيشكل خطوره على الصحه ديال المراه. مازال ما خرجش القانون انه الا كان شي مشكل في التربيه نقدروا نحيدوا التربيه، مثلا الناس اللي تي اون ديكوفر اللي كان المراه اللي تنكتشفوا عندها انها عندها المرض ديال لا تريزومي، لو بيبي عنده ام مرض ديال تريزومي، القانون مازال ما باحش انه باش نقدروا نحيدوا التربيه. دونك فوقاش كنديروا لانتيروبسيون ميديكال دو غروسيس من تيكون داك الحمله كتشكل خطوره على الصحه ديال المراه فقط. وهذا الاجهاض تيكون بطريقه قانونيه وفي مستشفى، والقرار ديال لانتيروبسيون ميديكال دو غروسيس كيتخد بالموافقه ديال ثلاثه ديال الناس. شكون هما؟ ديال لوبستريسيان طبيب الولاده، والطبيب المشرف على المرض اللي على ودو دارت الاجهاض، والموافقه ديال لو كوبل. ضروري لو كوبل حتى هو يعطي الموافقه ديالو انه حتى هو كيتحمل المسؤوليه. علاش؟ باش تكون المسؤوليه بارطاجي ما بين هاد ثلاثه الناس، تكون لا ديسيزيون مولتي ديسيبلينير. تريبي، وهاد الاجهاض تيدوز في المستشفى وبالقواعد ديالو، بالبنج وبالادويه وديال البريفونتيف والمسائل ديالو، حتى الام كتخرج بصحه جيده وكتتبع المرض ديالها كالمومون. الاجهاض الثالث هو الاجهاض التلقائي، لافورتمون سبونطاني، وهنا خصنا نفرزو بجوج حالات. سواء هاد لاكسيدون وقع لها مره واحده، يعني مره واحده خسرات، اولا المرأة اللي كيوقع لها الإجهاض أغيبيتيسيون، كتكرر الموقف، حيت لا بريز أون شارج والعلاج كيختلف. إلا كانت المرأة عندها كدير لافورتومون أغيبيتيسيون، يعني وقع لها شي ثلاثة ولا أربعة المرات إجهاض، هذا الإجهاض تيدخل في نطاق مرض كيتسمى لا مالادي أبوغتيف. وهذا لا مالادي أبوغتيف، هذا المرض اللي تيكون عندها إجهاض متكرر، الأهمية الأولى اللي كيعطيها الأولوية اللي كيعطيها الطبيب هي كيفتش على السبب لا غوشيغش إيتيولوجيك، كيفتش على السبب ديال هذا الإجهاض المتكرر. علاش؟ باش يدير واحد العلاج بريفونتيف، باش من بعد ملي غتجي الحمالة البروشين غادي يكون عارف السبب ديالو، وغادي يدير العلاج مع الحمالة أولا بعد شي مرات قبل الحمالة. وهاد لي زافورتومون أغيبيتيسيون عندهم أسباب كثيرة نقدروا نذكروا منها، انه بعد شي مرات تنكتشفوا ملي تنديروا الراديو التحليل تنلقاو انه فم الوالده محلول بيان سيرفيكو ايزميك، وتنبروبوزيو للمراه تنقولوا ليها بانه في الحمله ملي غادي تحمل المراه الجايه خصها تجي وغنديروا لها الخاتم، والخاتم فم الوالده باش كيشد لها فم الوالده وتتقدر تكمل الحمله ديالها 3 شهور. مثلا بعد شي مرات تيكون عندها ان ديابيت ديزيكيليبري، المراه مريضه بالسكر ولكن ما كتراقبش السكر ديالها مزيان، وتيكون دائما عندها خلل في لاكديس في التحاليل ديال السكر، تتقدر تكون عندها توقع لها اجهاض متكرر. كيفاش غادي نعالجو؟ خصنا الكونسلطاسيون بري كونسيبسيونيل، يعني غدير واحد الكونسلطاسيون عند الطبيب من غير الحماله، ما تكونش حامله. وشنو هو الهدف ديال هاد لا كونسلطاسيون؟ باش تقاد هذاك السكر ديالها، كل ما قداتو وكانت بيان اكيليبري عاد كدير ان غروسيس بروغرامي، يعني كتولي تحمل وهي سوغ ان تيغان ديال السكر يكون مقاد، يعني الدات ديالها تكون ديجا فيها السكر، باش ملي كتجي الحماله ما كيوقعش داك التخسار. اولا اسباب واحده اخرى
اخرى، مثلا امراض ديال الغده الدرقيه، يعني اذا كانت عندها ضعيفه او لا هايبرتيرويد ولا هيبوتيرويدس يقدر يوقع داك تخسار او لا لافورتمون ا ريبيتيسيون. دونك بالنسبه لهاد الناس اللي تيديروا الاجهاض متكرر، تيخصهم ضروري يمشيو يديروا واحد الفحص عند الطبيب، وما يكونوش حاملين باش يدير لهم تحليلات وفحوصات باش يقلبوا على السبب. علاش؟ بعد شي مرات تيكون حتى المشكل ديال المناعه، مناعه ناقصه او لا زايده، خلل في المناعه، وهادشي تنعرفوه بالتحاليل. وتنعطيو الادويه لكل مرض، تنعطيو ليه الادويه المناسبه. غنجيو نرجعوا لافورتمون سبونطاني، تخسر تلقائي ولكن وقع مره واحده اكسيدونتيل اون سول فوا. هذا خاصنا على حسب المراه، كتكون بحال دابا يلاه حملات ان سيغتان مومون قبل 3 شهور كيبدا ينزل عليها واحد النزيف ديال الدم، كتبدا تنزل بالدم كثير وكيبدا يجيها الوجع، وهذيك الساعات مسكينه كتخلع وكتمشي للسبيطار. وهنا شنو كيمكننا نديرو؟ على حسب كنديروا لها تحاليل وتنديروا التلفازه وتنشوفوا واش الحماله باقا عايشه او لا ما باقاش عايشه، واش الحماله في قلب الوالده ولا على براد الوالده، او لا الحماله توقفات. وديك الساعات العلاج على حسب التحاليل، اذا كانت الحماله مثلا موقفه او لا افورتمون اون كور، يعني الحماله خارجه صافي فم الوالده محلول، داكشي ديك الساعات خاصنا نخويو الوالده باش الوالده تنقى وتخوى وتستقبل حماله جديده. وإذا كانت الحمالة غير إنذار، هذاك الدم اللي كيهبط غير إنذار وفي الوالدة باقي مشلول والحمالة عايشة، تنقدروا نعطيوها أدوية ونصحوها بالراحة وباش ما تعدوكشي. دابا شنو بقى؟ بقى المرأة ملي كدير غير مرة واحدة لافورتمون، ملي كدير غير مرة واحدة لافورتمون، كتولي عندها أن ستريس، كتولي عندها أون أنغواس. علاش؟ باسكو كتخاف لا تعاود تكرر ليها نفس الشيء في الحمالات بروشين. شنو هو الدور ديال الطبيب؟ الدور ديال الطبيب هو انه يلتخيت ميم لو بروفيل بسيكولوجيك دو لا فام، وخاصو يفسر ليها بانه هذه غير اكسيدونتيل، تقدر تكون شي مشكل في لوفول في البويضه ديالها، او لا مشكل في البويضه ديال التربيه ديال الحيوات المنويه ما تيكونش مزيان، باش كيوقع داك الاجهاض اون سول فوا اكسيدون، وكانها يقدر ما يتكررش هذا الموقف، وماشي ضروري يتكرر. حتى الا تكرر جوج وثلاثه المرات كنبداو نقلبوا على الاسباب. وهذه بالنسبه لي هذا هو الموضوع، والسلام عليكم. Alors je remercie le professeur Tazizakia, elle m'a donné les vraiment طلعت لي الشوك في الدات ديالي، لانه التوضيح عطات واحد الصفه بسيطه اي ديفيسيل، cette explication de l'avortement elle m'a convaincu en tant que médecin, en tant qu'interniste. Avec tout ce que j'ai passé comme expérience dans ma vie, j'espère que vous allez en profiter. Et alors vous allez demander pourquoi elle n'est pas devant moi, l'Oustad Zakia Tazimoukha. Je vais vous dire, Inch'Allah, il y a d'abord un bout de bini ou binha, il y a de la distance, il y a de l'Atlas Saifia, il y a de l'Atlas Saifia. Mais il y a d'abord un bout de غادي تجلس معايا هذيك مستعده باش نهضروا على مواضيع اخرى متعدده من ناحيه ديال لا جينيكو اوبستريك، ومنهم حريق الشهر، حق الشهر الحريق ديالها. اما كاين شي ما صعب منه، المراه داك الساعه تتبدل تتغير، تيكون عندها مشاكل ديال حق الشهر وما تيفهمها حتى شي واحد. خص اللي غادي يعاونها اللي يساعدها باش دوز ذاك المدة اللي فيها ذاك حق الشهر. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que je suis dans la bonne voie, que vous êtes dans la bonne voie, que nous aimons tous le Maroc et que nous disons vive le Maroc!